اهلا بحضراتكم في اولى حلقاتنا هذا الاسبوع من برنامج الجدعان. خلص عيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضراتكم بخير، خلص بافراحه واحتفالاته ورجعنا لاراضينا واشغالنا ومشروعاتنا ومصانعنا. وصدقوني في ناس كتير جدا حتى رفاهيه اجازه عيد الاضحى المبارك ما قدروش ياخدوها. كنت بكلمهم في ايام عيد الاضحى المبارك، كنت بلاقيهم في مصانعهم وفي مشروعاتهم لغايه الساعه 11 و12 بالليل. كل ده عشان احنا نبقى مبسوطين في اجازة العيد وكل السلع تبقى متوفرة، كل احتياجاتنا تبقى موجودة في الاسواق. كمان مسؤولين كتير جدا كانوا عاملين غرف عمليات في مكاتبهم عشان يتابعوا العمل على مستوى الجمهورية. كل هؤلاء الناس الجدعان لهم الف تحية، مفيش وقت للراحة. كل اللي مطلوب من حضراتكم كأصحاب مشروعات، كأصحاب مصانع، كأصحاب ورش، اشتغلوا واتطمنوا. انت حضرتك مش شغال لوحدك، ومش معنى ان واجهنا مشكلة زي بنك رفض التمويل ان الدنيا تنهار. استمر وكافح. حضرتك كصاحب مشروع او رائد اعمال لازم تبقى فاهم ان انت الوحيد اللي بتحارب على مشروعك، واحنا في ظهرك بنساعدك ونسندك وندعمك بكل قوة. معنى ان بنك يرفضني معنى ان عندي مشكلة لازم احاول وحارب ان احلها واتقدم لبنك تاني. من حقك تقدم مرة واثنين وثلاثة والف لكل البنوك حتى يؤمنوا بفكرة هذا المشروع ويساعدوك في تمويله او حتى يساعدوك في تحقيق فكرتك. وقبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة حابب أكد على شيء هام جدا. عندك مشكلة في مشروعك، بتواجه تحدي، كلمنا فورا في برنامج الجدعان، هنكون معاك، هنكون في ظهرك، هنساعدك وهندعمك وهنحارب في جبهتك. احنا معاك طالما أن المشروع جاد ومنتج وبيساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وبيشارك بقوة في خطة الصادرات المصرية. خليكم معانا في حلقة هامة جدا من حلقات برنامج الجدعان. دلوقتي مع حضراتكم هنزور في مدينة السادات محطة المهندس أحمد السبكي. هي محطة متخصصة في تصدير الموالح والعنب والفراولة والبصل والبطاطا، كلها حاصلات زراعية مصرية بيصدرها لأوروبا وأيضا لأفريقيا، وده سوق هام جدا. دلوقتي هنتعرف منه على تجربته بصورة كاملة في التصدير للأسواق الأفريقية. خليكم معنا. الجدع اللي قدام حضراتكم ده أستاذ تصدير حاصلات زراعية مصرية، ومن محطته إيجي جرين للحاصلات الزراعية في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، بيصدر الموالح والعنب والبصل الأخضر والبطاطا والفراولة، ده بخلاف البلح البرحي والمجدول والأهم أسواق العالم وفي مقدمتها إنجلترا والصين. اللي أسس المحطة هو المهندس أحمد السبكي اللي تخرج في هندسة العاشر من رمضان سنة 1995 تخصص إلكترونيات، وحصل على الماجستير في القانون الدولي من أكاديمية النقل البحري، ده بخلاف إنه محكم دولي معتمد ومتخصص في التحكيم التجاري الدولي. أما حكايته مع تصدير الحاصلات الزراعية فبدأت من حوالي 18 سنة لما خد أرض وزرعها عنب ونجح في تصديره، ومن يومها هو متواجد بمنتجاته في كل الأسواق العالمية الكبرى، وأسس المحطة سنة 2009 وبدأ تشغيلها في سنة 2013. وبالمناسبة المهندس أحمد السبكي من أهم مصدري الحاصلات الزراعية المصرية للأسواق الأفريقية على مدى 3 سنين متتالية، وتحديدا دول وسط وغرب وجنوب أفريقيا، وفي مقدمتها دولة نيجيريا اللي تعدادها بيوصل ل 200 مليون نسمة بخلاف السنغال والجابون وغانا وليبيريا وجنوب أفريقيا، وده تحدي كبير جدا. وتجربته التصديرية في كل دولة أفريقية جديرة أننا نتعرف عليها عن قرب. وبالمناسبة زرناه في موسم تصدير الزمرد المصري أو العنب الأحمر المصري الشهير عالميا. تعالوا نقابله المهندس أحمد السبكي إيجي جرين. أهلا وسهلا. أولا أنا بحب أوي قصص النجاح اللي فيها تغيير مسار، يعني حضرتك مهندس إلكترونيات، النهاردة حضرتك مهندس تصدير حاصلات زراعية. تمام.
عجبني قوي انت بتقول لي ده سوق انجلترا العلب السوداء وده سوق نيجيريا، شتان الفارق ما بين السوقين. تمام، داخلين اوروبا وداخلين افريقيا وكل حاجه لها سعرها وليها الاهتمام بيها. بالزبط. صح، دي اسواق خارجيه تدفع فلوس من حقها تاخد الجوده المصريه. تمام، خليني ابدا مع حضرتك ازاي المهندس احمد السبكي مهندس الكترونيات اتحول من مهندس الكترونيات بيشتغل في شركات عالميه لمهندس بيصدر حاصلات زراعيه من مصر لاكثر من سوق في العالم. الحقيقه من حوالي 18 19 سنه انا شفت ان القطاع الزراعي في مصر هو المستقبل الواعد، خاصة قطاع الحصرات الزراعية المعدل للتصدير. احنا في الاساس دولة زراعية طبعا، فكان لازم الفوكس بتاعنا كلنا الفترة الجاية والفترة السابقة يكون على الزراعة. الحقيقة انا من 18 ل19 سنة عملت تجربة تصدير عنب من مزرعتي الصغيرة في وادي الملك، ولقيت انها كانت تجربة ناجحة جدا وعملتها بشكل الحمد لله كان احترافي ووصلت بشكل ممتاز بمواصفة عالية. وده كان في بدايات اتجاه مصر لتصدير العنب، خلي بالك. تمام، يعني كده حضرتك من الرعيل الأول اللي ساهم بقوة في تصدير العنب الحمد المصري. الحمد لله، احنا بدأنا أول منتج نصدره هو العنب. كان زمان أول ما صدرنا عنب كان الموسم كله حوالي شهر ونص، شهر 5 لنص 6. النهاردة موسم العنب بيمتد لشهر 10. مصر النهاردة بقت بتنافس أكبر دول في العالم في تصدير المنتجات المنافسة. صحيح، بسعر أقل من السعر المنافس. والحقيقة كل سنة بنطور، بندخل أصناف جديدة، بنزود كمياتنا، بنزود المواصفات بتاعتنا طبقا لاحتياج العميل. سمعة المنتجات المصرية للحصلات الزراعية زادت جدا والحمد لله بتزيد كل سنة. يا عزيزي انت ما فيش حباية بتدخل لك هنا غير من مزارع أرضها ومحصولها مكود، صح ولا لا؟ كده والعالم كله شايفها وعامل تتبع ليها. بيجي لنا زيارات من هيئات دولية بتمنح الشهادات الدولية، بيجوا يفتشوا على المحطات بتاعتنا وعلى المزارع، بيلاقوا كل المواصفات اللي احنا كاتبينها وعاملينها، والتراسابيليتي سيستم بيماتش الانترناشنال ستاندرد. يعني حياتك النهاردة اي كرتونة عنب متعبية معروف جات من اني مزرعة من اني قطاع في المزرعة، عشان لو لا قدر الله حصلت مشكلة نقدر نرجع للمزرعة وللقطاع اللي حصل فيه جمع او هارفست ونعرف سبب وما نضرش إيه؟ الملتزم نهائي. من الأسواق المهمة جدا في شرق أسيا للمهندس أحمد السبكي دول سنغافورة وماليزيا والهند والصين، وطبعا بيصدر ليها الموالح أولا وكمان البصل الأخضر والفراولة، ودايما صادراته مؤمن عليها، يعني بيدفع 1% من قيمة الفاتورة كتأمين على الشحنة ضد أخطار الشحن ودرجة الحرارة وتأخير المركب، ودي كارثة كبيرة وغيرها من التحديات اللي بتواجهها الشركات المصرية الزراعية. خلينا نتكلم على المحطة، امتى قررت انك تعمل محطة بتصدر النهاردة ما شاء الله 7-8 محاصيل؟ الحمد لله، احنا انشأنا المحطة في سنة بدأنا الانشاءات في 2009. احنا كنا قبل كده بنعبي في محطات مختلفة، لكن احنا قررنا ان احنا نعمل المحطة دي في 2009 عشان نسيطر على الجودة. زي ما حضرتك عارف احنا دي منتجات فريش، عامل الوقت فيها مهم جدا من وقت الحصاد للتعبئة للتصدير، فكل منتج له المكان بتاعه وله الأرض الخصبة اللي بتنتج فيها، فاحنا بنتابع القصة دي بحيث ان احنا دايما نحافظ على الكواليتي بتاعتنا ونقلل وقت الحصاد للجمع للتعبئة للتصدير. يعني بتأجر مثلا محطات جنب زراعات العنب في المنيا مثلا؟ هدي حضرتك مثال، احنا حاليا بنعبي عنب هنا بيجي من منطقة الصحراوي، واخدين محطة تانية لينا في المنيا بنعبي فيها عنب يتم جمعه من المنيا، عشان لو نقلناه من المنيا لهنا يعني هيفقد جزء كبير من الجودة بتاعته، فاحنا شغالين في أكتر من مكان بس بنحافظ على نفس مستوى الجودة. حضرتك قلت لي إن إيجي جرين براند عالمي ومعروف جدا في أسواق إنجلترا، صح كده؟ احنا أهم حباية عنب بتنزل السوبر ماركت في إنجلترا، وصلت لده إزاي؟ معارض تسويق بتتحرك بنفسك؟ عايز اعرف حضرتك. هو كل دول الحقيقه احنا بنحافظ دايما ان احنا نكون متواجدين في كل المعارض في مختلف الدول، اكبر معارض في العالم بنحضرها، عندنا ستاف قوي جدا بيساعدنا في التسويق، عندنا علاقات قويه مع العملاء بتوعنا دايما بيدونا ابديت باحتياجاتهم مواصفاتهم، عندنا قسم كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول دايما على اتصال بالعملاء بتاعتنا وبالاداره الفنيه بتاعتهم
عشان يعرف ايه الجديد في المواصفات، ازاي نحافظ على مستوى المبيدات الام ار ال ليفل، ازاي نعمل ماتشنج لمواصفات السوبر ماركت بتاعهم، دايما اب تو ديت معاهم. موضوع العماله من اهم التحديات اللي بتقابلنا في المجال. طبعا احنا بنحافظ دايما ان احنا ندربهم، نعمل لهم كورسات مكثفه جدا عن طريق خبراء متخصصين من عندنا ومن بره، نفهمهم كيفية التعبئة، كيفية المحافظة على مستوى الجودة، وبنحافظ عليهم قد ما بنقدر طول السنة. فتدريب العمالة عندنا من أهم الحاجات اللي محافظة على الكواليتي عندنا. انت حضرتك اديت لنا ملحوظة واحنا ماشيين عالمية، ازاي البنت بتمسك عود العنب من غير ما يبصم ومن غير ما تأذي الطبعة الخارجية بتاعته طبعًا. اللي ربنا خليها طبعًا. عشان بتديله شيلف لايف او مده اطول في السوق. طبعا حتى وهي بتقلبها عشان تشيل حبايه بتفرد ايديها وتنزلها. هو الحقيقه عمليه التصديريه والتعبئه الخاصه بالعنب عمليه معقده جدا على غير ما بيتوقعها كتير من الناس. عنقود العنب له مواصفات كومبليكيتد جدا، يعني حتك المزارع اللي احنا بنشتغل معاها وبنجمع منها بنعمل لها زيارات دوريه اسبوعيه وشهريه طول السنه عن طريق الاستاف الخاص بالكواليتي عندنا عشان يدي أدفايس ومشورة للمزرعة إزاي تطلع منتج مطابق للمواصفة الأوروبية على سبيل المثال، عشان ما تحصلش أي مفاجآت في خلال الجمع. إحنا عندنا جمع كمية كبيرة كل يوم، وبنفرز في المزرعة وبنفرز في المحطة، وبنحلل متبقيات مبيدات، وبنحلل وبنعتمد على معمل وزارة الزراعة في التحليل. والحمد لله كل سنة المزارع بتزداد خبرة في المواصفات الخاصة برش المبيدات والتسميد وكل ما يتعلق بمستويات الام ار ليفل المطلوبه في اوروبا. في المحطه دايما بيبقى معاك ناس من الحجر الزراعي المصري وناس من الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، هنا دول متخصصين ودول متخصصين، هل ده بيعمل تعطيل للشغل؟ هل ده بيسرع الشغل؟ عايز افهم منك. هو بالعكس، هو ده دايما مراقبه علينا على الكواليتي كنترول بتاعنا كمان عشان يضمنوا كمان ان المواصفه طالعه مطابقه لمواصفات العميل بره. والحقيقة أنا شايف إن ده ميزة مهمة جدا، لأن لو في أي تعليق هنا من عندنا أو من الحجر الزراعي أو من سلامة الغذاء أحسن بكتير قوي ما التعليق يجي من العميل بره بعد وصول البضاعة. ده بيخسرنا كتير، بيسيء لسمعتنا، بيسيء لسمعة المنتج المصري بالكامل. طبعا وده شيء إحنا لا يمكن نقبله. فإحنا بنتعاون بشكل قوي جدا مع هيئة سلامة الغذاء ومع الحجر الزراعي اللي هم موجودين بصفة دايمة عندنا في المحطة. خطتك هنا ايه؟ يعني النهارده بننتج ايه؟ السنه اللي فاتت كنا لو مقارناها بيها كنا بننتج ايه؟ خطتنا اللي جايه ايه؟ احنا الحقيقه كل سنه بنحاول ندخل اصناف جديده من العنب. العنب زي ما قلت لحضرتك كل سنه بحر من الاصناف، اصناف كلها محميه، كلها لها رويالتي، واحنا بنتابع الموضوع ده ملتزمين بيه جدا. وكل سنه بنحاول نزود حجم شغلنا من 20 ل 25%، بندخل اصناف جديده، بنعمل لها تسويق عند العملاء بره، بنروح نزور العملاء نعرض عليهم الاصناف الجديده. كتير من العملاء بيبقوا مصدومين، انتوا ازاي قدرتوا تدخلوا كل الاصناف دي في وقت قصير؟ وبره الناس شايفين لهم احنا مصر. مصر النهارده بقى لها وجود كبير قوي في الحصلات الزراعيه، في الموالح وفي العنب وفي الفراوله وكل المنتجات دي، البصل والبطاطس وكل الحصلات الزراعيه. خلي بال حضرتك كمان العوامل الجويه والتغيرات المناخيه اللي بتحصل في اوروبا كمان تحديدا ادت فرصه كبيره قوي للمنتج المصري ان هو حجمه يزيد ويبقى له اسم وسمعه اكبر. احنا الفوليوم بتاع مصر بيزيد كل سنه في كل المنتجات، واوروبا على سبيل المثال بدات تعتمد على مصر اعتماد كبير في توريد الحصلات الزراعيه. هو حجم صادرات حضرتك قد ايه؟ احنا مش عايزين قمه ماليه، ولكن اطنان، عدد اطنان قد ايه؟ احنا في العنب مثلا يعني مستهدفين ان احنا نطلع حوالي 200 كونتينر، في البرتقال طلعنا حوالي 250 ل 300 كونتينر. ما شاء الله الحمد لله، يعني حجم شغلنا بيزيد كل سنه. والبصل من المحاصيل الكبيره. البصل طبعا محاصيل مهمه جدا، وعايز اقول لحضرتك كمان زي ما شرحت لسيادتك ان احنا منتجاتنا بدات تخش السوق الافريقي بشكل كبير جدا في خلال الثلاث سنين اللي فاتت. في تحدي كبير جدا بتواجهه الشركات الزراعية التصديرية، هو انها بتدفع ضريبة القيمة المضافة على كل مدخلات محطات التصدير من الكرتون والعبوات البانت وورق التجفيف المستورد وغيرها، والمفروض انها تسترد قيمة الضريبة مع خروج الشحنات التصديرية لأسواق العالم، لكن دايما بيواجهه تأخير في استردادها، لدرجة ان النموذج اللي بنزوره النهاردة ما استردش مليم واحد من قيمة الضريبة المضافة اللي سبق ودفعها، ومستحقاته النهاردة حوالي 8 ملايين جنيه.
بتصدر حضرتك فين لافريقيا؟ بنودي نيجيريا، السنغال. 200 مليون نسمه نيجيريا لوحدها، اكبر تعداد سكان هو في افريقيا نيجيريا. بنودي جنوب افريقيا في الوقت اللي هم ما عندهمش المنتجات دي، بنودي الجابون، بنودي كينيا. والحقيقه طبعا هي تحديات، يعني صندوق دعم الصادرات بيدعم النولون بتاع الشحن زي ما حضرتك قلت ب 80%، شحن مكلف جدا. التحدي التاني الشحن البحري بياخد وقت طويل، شحن الجوي غالي جدا، شحن البحري بياخد وقت اطول. مش كتير على العنب شهر شهر ونص في البحر. نعمل معاملات معينه في التعبئه والتبريد للعنب تخليه يستحمل لونج ترانزيت تايم، يعني متوسط وقت الشحن لافريقيا في حدود 30 يوم، من 25 ل 30. احنا الحمد لله بخبره الاستاف بتاعنا قدرنا نعمل معاملات في العنب تخليه يستحمل الوقت ده لبعض الاصناف في العنب. يعني احنا بنتكلم ان حضرتك وصلت النهارده لغرب افريقيا اللي هو البعبع للصادرات الزراعيه المصريه، وصلت لوسط افريقيا، وصلت لجنوب افريقيا. انت محتاج منظومه تامين ولا مش محتاجينها مع افريقيا؟ هو الحقيقه منظومه التامين على الحصلات محتاجين منظومه تامين قويه لافريقيا تحديدا، لان افريقيا لها طبيعه خاصه. فاحنا سمعنا عن كذا مشروع الدوله بتفكر تقوم بيه، والبنك المركزي، لانشاء بعض فروع البنوك في افريقيا لضمان مستحقاتنا، وسامعين ان الموضوع ده ماشي كويس في خطوات جديه، واحنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نامن قدر استطاعتنا المدفوعات بتاعتنا. طب والتامين على جوده المحصول نفسه عشان يوصل نيجيريا 200 مليون نسمه زي ما احنا شايفينه كده؟ تامين البضاعه بقى ده موضوع تاني. احنا بنعمل انشورنس مع اكبر شركات عالميه. على ايه بقى؟ على تغيير درجه الحراره، لحضرتك ده عارف ده منتج فريش فبيطلع في كناتر ثلاجات، فبنحط جهاز قياس حراره في خلال جوه الكونتينر بيقيس درجه الحراره كل دقيقه او كل خمس دقائق عشان يطلع لنا مستوى درجه الحراره خلال رحله الشحن. اذا تم تغيير في درجه الحراره دي اكيد هتاثر سلبا على المنتج، في الحاله دي شركه التامين تعوضنا. الحاله الثانيه لو حصل تاخير زياده عن اللزوم في الشحن، يعني لو مده الشحن 25 او 30 يوم وصل الكونتينر في 70 يوم، ده اكيد هيعمل تلف طبعا. في الحاله دي شركه التامين تعوضنا او نرجع على الخط الملاحي ان احنا نحاول نرد جزء من الخسائر. وبعدين تتعامل مع الخط الملاحي مالناش علاقه، على كيس باي كيس يعني. يعني المفروض ان شركه التامين تعوضنا. خليني بقى اسال حضرتك على التحديات اللي بتواجهنا. اكيد الحياه مش ورديه. احنا بنصدر وبنغزو اسواق العالم وعندنا كميات كبيره، وصدرنا 6.5 مليون طن في 2022، لكن في تحديات. حضرتك النهارده بتصدر الموالح والفراوله والعنب والبصل والبطاطا، التحديات اللي بتواجهنا. هو الحقيقه التحدي الاول هو العماله. احنا العماله بناخد وقت عشان تدربها، بناخد وقت عشان نلاقيها، ان اغلبيتهم بنات في سن معين، احيانا بيجي التعبئه في فتره دراستهم، بيبقى عندهم امتحانات، فبيحصل عندنا عجز في العماله. محتاجين اكاديميات للتدريب لتخريج بنات واولاد عندهم خبره وخلفيه كبيره في تعبئة الحصلات الزراعية. انت الثابت عندك كام والمتحرك كام او المؤقت كام؟ احنا عندنا حوالي 70 موظف ثابتين، وعندنا العمالة المؤقتة اليومية بيبقى في حدود 100 بنت ل 120 بنت طبقا لعدد او للكمية اللي هتعبق يوميا. التحدي الثاني عندنا دعم تصديري. الدولة عملت كذا مبادرة عشان ترد الاعباء للمصدرين. احنا بنتحمل اعباء كتيرة جدا كمصدرين. أيوه. والدولة فاهمة ده ولازم تدعمنا، عشان معانا في نفس الوقت تركيا واسبانيا والمغرب، كل دول داخلين معانا سواء في العنب او الموالح. دعم التصديري طبعا ده مهم جدا، لان احنا زي ما حضرتك عارف احنا بننافس دول تانية، فالدوله بتدعمنا عشان منتجنا يبقى سعره مناسب ان احنا نخش الاسواق وننافس بلاد تانية. حصلت ونجيب عمله صعبه طبعا ونحافظ على العماله، كل ده مهم جدا. والمبادرات اللي اتعملت فعلا مبادرات، بس هو اللي احنا محتاجينه سرعه الصرف بتزود لنا الكاش فلو تخلينا نقدر نطلع كميات اكبر. ده خمس مراحل بحوالي 30 مليار. محتاجين اكتر لسه. محتاجين اكتر. طيب خليني اسالك على حاجه كده، ما اعرفش حضرتك متداخل فيها ولا لا. انت طبعا العلبه دي عباره عن مواد تعبئه وتغليف، ما بين ورق بنستورده، ما بين اكياس، ما بين كرتون، كل ده يا اما مستورد يا اما منتج محلي. تمام. صح ولا لا؟ وهو داخل لك حضرتك بتدفع عليه قيمه مضافه 14%. طب ما انت ما تنزلوش سوق محلي، انت بتطلع على بره، صح ولا لا؟ اسواق العالم اللي مفتوحه للمنتجات المصريه، من حقك انك ترد القيمه المضافه لانها على المنتج اللي في السوق المحلي وليس الخارجي. واخد بالك من النقطه دي ولا تمام. لا؟ تمام. احنا من حقنا ان احنا واجب علينا ندفع ضريبه القيمه المضافه الاول، ثم بعد اثبات تصديرها. يعني وهي داخله
تدفع سواء هي داخله كمعدة خام استيراد او لو احنا اشتريناها من هنا. في بعض المنتجات بنشتريها من مصر زي بعض الكرتون وانواع الاكياس او البانت بندفع عليها قيمه مضافه 14%. بعد اثبات تصديرها من حقنا ان احنا نقدم الورق بتاعها ونستردها. المحطه هنا انا شايف ان هي بعملتها بخبرات حضرتك بتواجدها في السوق العالمي مؤهله ان كمياتها تزيد. الحمد لله. انت بتخطط لايه؟ انا عايز اعرف وازاي تحقق الكلام ده، وهل استفدت من مبادره البنك المركزي ولا لا؟ احنا الحقيقه من السنه اللي فاتت من السنه 22 ل 2023 احنا السنه دي متارجتين ان احنا نضاعف حجم شغلنا بتاع السنه اللي فاتت، ومن السنه الجايه ان شاء الله عاملين بيزنس بلان ان احنا نزود حجم شغلنا من 20 ل 25%. في مبادره طبعا البنك المركزي احنا ماشيين في اجراءاتها اللي هي 11% من 5 ل 11% مشروع متوسط طبقا لحجم والريفينيو بتاع كل شركه. فاحنا ان شاء الله داخلين فيها وقدمنا فيها، وده اكيد هيسهل لنا ويساعد بشكل كبير في دعم الصادرات عندنا اوروبا. والواردات بتاعتنا لاوروبا صح كده، هل مرشحه للزياده؟ يعني باختصار ازاي العنب ده بدل ما هو كل سنه بيلعب في رينج 130 140 الف طن ازاي اوصله ل 200 الف طن؟ اديني الروشته. بص حضرتك، هو بطبيعه الحال الطلب في اوروبا على المحاصيل الزراعيه من مصر ومن غيرها بيزيد كل سنه، اللي هم اصبح عندهم مشاكل في الري وفي الميه، عندهم مشاكل طبقا للظروف المناخيه الموجوده. حضرتك لو شفت برامج عن فرنسا واسبانيا فيها مشاكل في المياه كبيره، صحيح. فدي فرصه كبيره لينا ان احنا نزود حجم صادراتنا، وهم ما قدامهمش حلول كبيره غير ان هم ياخدوا من مصر، انها من اكبر الدول الزراعيه في المنطقه، من اقرب الدول ليهم في الشحن، ففي فرص كبيره ان احنا نقدر نزود حجم صادراتنا الزراعيه ليهم. المهندس احمد السبكي بالمناسبه عامل خريطه رقميه بالمزارع المصريه المكوده اللي بيشتري محاصيلها بغرض التصدير، يعني خلص الموالح يدخل على العنب ومنها الفراوله وبعدها البصل الاخضر والبطاطا، وطبعا بيتابع اصحاب المزارع بصوره مستمره وبيقدم ليهم دعم فني زراعي دائم عشان يضمن جوده المحصول ومطابقته لاشتراطات وضوابط التصدير، ومن هنا بلغت صادراته حوالي 125 مليون جنيه وبيستهدف مضاعفتها ل 250 مليون جنيه خلال العام 2023. بالتوفيق للجميع. دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى جمعية أحمد عرابي الزراعية في مدينة العبور، هنزور هناك مشروع للزراعة المائية بنظام الهيدروبونيك. المشروع ده واجه حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج تحديات كبيرة جدا، ولكن تغلب عليها جميعا. خليكم معنا. انتشرت مشروعات الزراعة المائية بأنواعها، الهيدروبونيك والأكوابونيك والساندبونيك وغيرها، وكل نوع بقى ليه خبراءه في مصر اللي يستحقوا الإشادة لأنهم درسوا وفهموا وطبقوا وعملوا مشروعات عظيمة وأنتجوا نباتات متميزة. من الجدعان دول المهندس الزراعي اللي قدام حضراتكم شعبان زين، اللي تخصص في أنظمة الزراعة المائية وخاصة نظام الهيدروبونيك، واكتسب ثقتنا في برنامج الجدعان، وكل مشروع بينفذه بنزوره فورا لأنه يستحق وفيه فكرة. النهاردة احنا بنزور مشروعه للزراعة المائية المحمية بنظام الهيدروبونيك في جمعية أحمد عرابي. صحيح مش المهندس شعبان زين اللي نفذه، لكن هو اللي أنقذه، لأن صاحبه بعد تنفيذ المشروع من خلال واحدة من الشركات الكبرى الزراعية واجه تحديات كبيرة جدا، وتراجع الانتاج بصورة حادة، وظهرت في الصوب أمراض نقص التغذية على النباتات، وتقريبا المهندس شعبان زين بيعيد تنفيذ المشروع من جديد. المشروع عبارة عن 3 صوب بمساحة 1100 متر مالتي سبان، وبتنتج النهاردة 15 ألف نبات كل 45 يوم بالكتير، يعني في حدود 8 دورات زراعية في السنة الواحدة.
تعالوا نتعرف على التحديات اللي واجهت المشروع. ركزوا مع المهندس الشاب الجدع شعبان زين. النهاردة هنتكلم في موضوع هام جدا، وهو ازاي لو قدرك انك عملت مشروع وحصل فيه مشاكل ازاي تعدله. التعديل مش سهل ولكن ممكن. بالظبط. خلينا نتكلم ان احنا في واحد من المشروعات دي، مشروع محترم جدا، اتكلف وكان فيه مشاكل، دخلنا عدلناها وحطيناها على الطريق الصحيح. نبدأ الأول من المشاكل اللي ممكن تواجه أي مشروع قبل ما أبدأ مشروع هيدروبونيك، لازم أعمل إيه؟ أول حاجة خالص في اختيار المشروع نفسه، فأنا لازم لما أجي أختار المشروع يعني أعرف الجدوى بتاعته وإيه المميزات بتاعته وإيه المشاكل بتاعته الكبيرة. يعني مثلا مشروع زي مشروعات الزراعة المائية لازم نختار الموقع بتاعها. الموقع ده رقم واحد، حتى لو أنا بنتج حاجة وبيعها بسعر ممتاز جدا، بعد الموقع عن أماكن التسويق في الزراعات المائية يخسرني 100%، حتى لو أنا ببيع بأعلى سعر في السوق ده يخسرني 100%. فأول حاجة اختيار الموقع. ففي الزراعات المائية فإحنا بنتكلم في الأماكن التسويق اللي هي جنب المستهلك، اللي هي زي القاهرة أو اسكندرية أو المناطق الساحلية أو اللي هي فيها السياحة. ده بالنسبة للمكان. المكان. بالنسبة للإنشاءات. بالنسبة للإنشاءات يعني بنراعي أول حاجة في الحاجة السيستم اللي هنختاره، وكل سيستم ليه عيوبه وليه مشاكله. تمام. يعني مثلا احنا مثلا في السيستم ده بنسميه NFT، نظام المواسير أو الأفلام. نظام المواسير ده بنراعي فيه الميول الماسورة وشبكة الري والصرف وحجم الخزان وطول الصوبة نفسها عشان التبريد. أول حاجة الصوبة. تمام. الصوبة مكونة من بلاستيك وحديد مجلفن، وجزء التبريد مكون من خلايا تبريد وشفاف الشفاطات اللي هي ورانا دي والشفاطات اللي قدامنا دي. الشفاطات ورانا دي. تمام. والتانك اللي هو فيه بيسحب المياه، او فيه موتور بيسحب المياه بينزلها على خلايا التبريد عشان الهواء يمر منها سخن يعدي من الخلايا بيعدي ساقع. تمام. بدرجه الحراره اللي احنا مناسبه معانا. فبنراعي في ده ان احنا عندنا طول المناسب للصوبه، مثلا ما يتعداش ال 35 متر عشان دوره الهواء، عشان سحب الهواء. ان كل ما بنبعد عن الخلايا كل ما درجه الحراره بتقل شويه. حتى 35 متر دي بيبقى لها شروط كمان. ان يبقى مثلا في عدد شفاطات كويس يسحب كميه الهواء الموجوده في الصوبه، يعني بيحس ان هو دايما الهواء بيبقى بارد بالدرجه اللي احنا عايزينها جوه الصوبه والنبات محتاجها. فاحنا بنحاول احنا في انظمه الزراعه المائيه ان احنا عندنا الصوبه مقفوله تماما، فاحنا بنسبه 90-95% ان احنا بنبعد عن المبيدات سواء حيويه او كيماويه. دوره المياه بيبقى فيها ايه؟ دوره المياه الشكل لازم اطمن عليه كل شويه. تكوين السيستم بتاع الهيدروبونيك بتاعنا او الزراعه المائيه، مواسير تمام وشبكه صرف ليه وخزان فيه غاطس او موتور ومتوصل على لوحه تمام بتايمر عشان بنثبت درجه التشغيل بتاعه المياه على حسب احتياجات النبات من الاكسجين او من المحاليل. تمام. المحاليل بقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن ولازم اطمن على ايه فيها. احنا المحلول عندنا بنقسمه محلول A ومحلول B. محلول A مثلا بنحط فيه مثلا ال NPK اللي هو العناصر الكبرى وسلفات المغنيسيوم والعناصر الصغرى، ده محلول لوحده. المحلول الثاني بنحط فيه نترات الكالسيوم وشيرات الحديد، ده في محلول ثاني. ما ينفعش نخلط الاثنين دول مع بعض عشان ما يحصلش ترسيب مع العناصر. من الحاجات المميزه اللي نجح المهندس شعبان زين في تنفيذها بالمشروع هي وضع برنامج تسميدي يضمن امداد النبات بكل احتياجاته من العناصر الكبرى زي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والصغرى زي الحديد والزنك والمنجنيز. ده بخلاف ضبط ميول الأحواض، ودي كارثة لوحدها، وتوفير الأكسجين بالكميات اللي محتاجها كل نبات في ظل الكثافة النباتية الموجودة بالمزرعة، بخلاف ضبط أقطار شبكات الري والصرف. وطبعا كلها تحديات معقدة بجد. هل حضرتك بتعلمني كصاحب صوبة هذه التركيبة الغذائية للنبات؟ لا، احنا من بداية ما بنعمل الصوبة او بناخد المشروع من الارض خالص بعرف صاحب المشروع والمهندسين الموجودين او العمال الموجودين احنا بنعمل ايه. وحضرتك بتدي ضمان تشغيل؟ بندي ضمان على التركيب بتاعنا وعلى التشغيل، وبندي كمان يعني متابعه اضافيه من عندنا لمده شهرين، اللي هو مثلا في الورقيات او يعتبر اول دوره تشتيل بتاخد لها حوالي من 20-25 يوم، واول دوره انتاج بتاخد لها من 30-45 يوم، لحد ما يطلع اول انتاج عنده ويكون بنسبه كبيره جدا من 80-90% خد اغلبيه المعلومات. فدايما لازم في متابعه مستمره، وده كمان بيساعدنا ان احنا او بنختار في التصميم بتاعنا ان الصوبه كلها تبقى شغاله اوتوماتيك وشغاله مثلا حتى لو حصل عطل في حاجه انها تديني انذار ان حصل عطل في موتور معين او في حاجه في السيستم، بحيث ان احنا دايما نضمن في الصوبه ان الصوبه شغاله بكفاءه كويسه وما نسيبش مجال للخطا في الحاجات اللي هي الحساسه جدا زي المواتير الشفاطات الكلام ده كله. احنا بنعلمه ازاي يشتغل وبنعلمه مثلا الحاجات اللي هي المختلفه عن العادي عن الزراعه العاديه او الموجوده في الارض العاديه. تمام. فلما بيعرف ده بالنسبه له ده بيبقى سهل. بعد كده هو معلي ان هو ملاحظه النباتات، قياس البي اتش بتاع المحلول، قياس درجه الحراره، قياس الاي سي. تمام. وبعد كده الموضوع بالنسبه له سهل. دي لما بتكتمل سعرها كام؟
كمزرعه هنا او مزرعه ثانيه المتوسط بتاعهم مثلا في فتره الشتاء من 35 ل 50 جنيه من باب المزرعه من المزرعه نفسها. ده بيبقى لسعر المورد ومش للمستهلك نهائي. ده الحبايه الواحده؟ لا ده الكيلو. الكيلو ده فيه كيلو. الكيلو ده فيه مثلا في الشتاء ممكن خصيتين او ثلاث خصيات، في الصيف ممكن معانا اربعه او خمسه او سته على حسب هو سابها مده قد ايه وحسب الخدمه المواصفات اللي هو بتاعه السيستم مظبطها مع النبات ولا لا. وسعرها كام بقى في الصيف؟ في الصيف بقى اقل حاجه خالص المينيمم بتاعك 60 جنيه من المزرعه. الصيف اعلى؟ الصيف ان هو المنتج ده او الخضروات الورقيه بنسبه يعني 90% 95% ما بتبقاش موجوده في الارض العاديه، فمفيش منفذ تاني ليها غير الصوب المبرده، واغلبيه الصوب المبرده موجوده في مصر او اغلبيه الدول العربيه بتبقى صوب زراعه مائيه، فهو بيبقى المنتج دوت اللي هو الخاص ده بيزرع في الصيف في وقت مش وقته فهو بيبقى مطلوب جدا. نزرع ايه وعليه طلب؟ نزرع ايه وعليه طلب ده برضو راجع ان كل واحد في مزرعته بيسوق. تمام، انا ممكن اروح لواحد لمطعم هو مش عايز مني غير البتافيا الخضراء دي كيحطها في سندوتشات، بروح لمطعم تاني اللي هي دي اللي يقطع الورق ويحطها في السندوتش تعمل شكل حلو او السلطه، في مطعم تاني لا هو جودته اعلى ومقدم خدمات اعلى فلا هو بيحتاج ان هو بيشكل الطبق بتاعه كذا حاجه، ممكن يحط خس، يحط ريحان ايطالي، ممكن يحط مستارده، ممكن يحط كيل، في الحاجات دي كلها منها احمر واخضر. هل في الدوره الاولى يفضل ان انا اجرب كل الانواع واخد الانواع دي واعرضها على الجهات التسويق بتاعتي واقول لهم انا بنتج ده؟ دايما احنا نصيحتنا لاي حد بيبدا جديد ولسه ما عندوش سوق ان هو بيزرع بس عينات بسيطه من كل صنف، بياخد العينات دي بيبدا ينزل بها السوق، بينزل بها مطاعم، ينزل بها الفنادق، ينزل بها للناس اللي جنبه او المزارع اللي جنبه اللي زيه ان هو يبدا يوريهم المنتجات اللي عنده. ففي مطاعم تقول له انا عايز صنف واثنين وثلاثه، في واحد يقول له انا عايز صنف واحد بس، هيبدا يشوف بقى الاقتصادات الصنف دوت مع الحاجات الباقيه مع الاماكن اللي هو هيتعاقد معاها. فمن هنا بعد كده يبدا يحدد الكميات، هي مثلا المطعم يقول له انا عايز 50 كيلو في الاسبوع، 100 كيلو، 200 كيلو، 300، فبنحدد عليها اساس المزرعه. تمام، حجم المزرعه ما عندوش دوت او هو قدرته معينه يعني يحجم نفسه مش يحجم على الطلب. كل ما في طلب بيوسع كده كده الدوره 45 يوم بالظبط. تمام، ان هو وبيعمل له كام دوره في السنه؟ حوالي 8 دورات صح. تمام، دي حته تبقى احنا في البدايه بننوع المنتجات بحيث ان هو يعرف ينزل بالمنتجات كلها ويسوق ليها، ده لو لسه ما عندوش تسويق، لسه ما يعرفش عملاء، لسه ما نزلش المطاعم، ما نزلش اي مكان، فبيبدا يسوق للمنتجات دي. انهي افضل، زراعه المواسير زي اللي قدامنا دي، ولا الزراعه الارضيه زي اللي فيها الكيل في نفس المزرعه، ولا الزراعه الراسيه اللي شفناها كتير قوي؟ الرقم واحد كلها زراعات مائيه صح، كلها زراعات مائيه او بدون تربه. تمام، اول حاجه في افضلهم اللي هو النظام ال NFT اللي هو النظام المواسير اللي احنا واقفين عنده ده. تمام، ليه بقى؟ اول حاجه سهوله التعقيم وسهوله التنظيف، النظافه في السيستم، ففي تهويه من فوق وتحت، فده بيدينا ان مثلا لما النبات يكبر ما بيبقاش فيه ورق تحت متغطي كامل 100% وما هوش وصل له اضاءه ولا تهويه فبيبدا يعفن لو حجم الخصايه كبير. بس هو كافضل حاجه النظام ال NFT ثم يليه نظام الاحواض. النظام الراسي دوت مش بالنسبه لي مش ناجح جدا. انا شايف انه مش ناجح عشان النبات اللي تحت بالعقل كده بيوصل له الضوء ازاي؟ ما بيوصلوش ضوء، وعشان انا اعمل له الضوء بتاعه اللي هو يوصل للنبات اللي تحت اللي هو الاضاءه البديله بديله الشمس، ده بيكلفني قد ثمن السيستم كامل 100%. هي دي بلفها في ايه عشان تبقى زي الورده كده؟ كل مستهلك ليه طريقه تغليف، يعني المطعم مش محتاج ان احنا الف له كل خصيه لوحدها، فالطلب ثبت وخلاص جنب بعض. ثبت او اكياس مخصصه ليها بيحط مثلا من 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو على حسب الحجم وحسب النوع مع بعض، ده بيروح للمطعم مش محتاج ان هو تغليف. للي بيروح للسوبر ماركت بنغلف له دي اكنها زي بوكيل ورد واحده واحده، وبنسيب له مثلا جدري فيها عشان تقدر تفضل معاه مده كبيره بحالتها من غير ما تدبل من غير ما يحصل فيها حاجه. يعني بتطلع بالكوبايه بتاعتها دي بنسيب الكوبايه ونطلع الجدر وبنغلف الجدر بحيث ان هي تقدر تعيش معاه اسبوع 10 ايام جوه الثلاجه من غير مشاكل. تعيش كده جوه الثلاجه. طيب انا عارف ان التعديل صعب واصعب من الانشاء من العدم. بالظبط، النهارده احنا موجودين في صوبه كان في حاجات كانت لازم تتعدل عشان توصل للمرحلة دي، عملنا ايه وكانت ايه الاخطاء اللي موجودة؟ اول حاجة الاخطاء اللي كانت موجودة كانت عندنا مثلا مشكلة في ان هم استخدام للخلايا التبريد مية بحاري، ومية بحاري ده بيبقى فيها شوايب، فيها طحالب، فيها الكلام ده كله، فدي بتسد الخلايا وتعمل ترسبات على الخلايا فبتبوظها جدا. تمام، وده بيقلل كفاءة التبريد وزائد بيدي فرصة للامراض الفطرية انها تخش جوه الصوبة. تاني مشكلة طول الصوبة لازم يبقى، يعني قلنا اقصى حاجة لينا 35 متر. ثالث حاجة ان احنا الميول بتاعت المواسير وكتر الفتحات بتاعت الري للماسورة اللي هي تقدر تدينا كمية مية كويسة للنبات اللي هي فيها اصلا مشبع بالاكسجين من حركة المية. ده في نظام المواسير او NFT. في نظام الاحواض لازم بيبقى نراعي ان في بلاور هواء. تمام، بلورين هواء بيبدلوا مع بعض ان هو بيضخ اكسجين للنبات في الجدر. تمام، وبيبدلوا مع بعض طول الوقت باستمرار بحيث النبات الجدر دايما في بيتنفس اكسجين ما يبقاش في عفن للجذور او امراض الفطريه تظهر بسبب قله التهويه.
كل ما بتطير في الهواء ما بيستفادش بقى النبات. فمهم جدا توزيع شبكه الهواء دي، حاجه من الحاجات المهمه جدا، وبالذات فتره الصيف. طبعا في الصيف درجه الحراره ما تبقاش المثاليه بالظبط زي الصيف الجو الطبيعي، فبيبقى النبات حساس لايه؟ لعدم لقله الاكسجين فيها. فدي من ضمن الحاجات برضو المهمه جدا. يعني درجه الحراره تبقى كام هنا في جوه الصوبه مثلا؟ كل نبات اعتقد 18. احنا واقفين 18؟ لا هنا دلوقتي احنا واقفين، يعني عشان احنا يعتبر في درجه حراره بره حوالي 36 او 37، فاحنا جوه الصوبه هنا دلوقتي 25. فدي درجه يعني النبات يعيش لغايه 25 او يستحمل معانا لحد 28، بس 28 مش افضل حاجه. افضل حاجه بالنسبه لنا من 22 ل 24. تمام. 25. المهندس شعبان زين طبق في حوالي 15 مزرعه كبيره انظمه الزراعه المائيه بانتاجيه تتجاوز 50 و60 الف نبات في الدوره، وحوالي 25 مشروع صغير بمتوسط انتاجيه تتراوح ما بين 10 ل 15 الف نبات في الدوره. ولكن في المشروع ده تحديدا كان التحدي كبير، لان التعديل صعب جدا ومكلف، ولكن كان لازم ينقذه ونفذ العمليه باقتدار.